ماذا تريد السعودية من المهرة؟ كيف دخلت قواتها إلى هذه المحافظة الآمنة؟ هل توجد سجون سرية في المهرة كما هو في عدن وحضرموت؟ وهل الشرعية مطلعة عما تقوم به السعودية في المهرة؟ أهلا بكم. خرجت الإمارات من المهرة فحلت محلها القوات السعودية لتفتح الباب عن سؤال متكرر: ماذا يدور في الأراضي المحررة؟ وما هي اللعبة التي تلعبها كل من أبوظبي والرياض في اليمن في ظل احتمال وجود توافق وتنسيق بينهما في المهرة؟ وتساؤل آخر عن عدد الجنود والمعسكرات السعودية، وهذا وهناك الأهم وهو حالة الانقسام التي تشهدها المحافظة منذ سيطرة القوات السعودية عليها، خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي للوجود السعودي والاحتجاجات المستمرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة. لافتات تطالب برحيل القوات السعودية من محافظة المهرة ومحاكمة محافظها في قضايا قتل المعتصمين المعارضين للتواجد السعودي، ناهيك عن قضايا فساد ونهب المال العام. كما يبدو جليا أن المهرة وسقطرى الآمنتين لم تعود كذلك منذ الوجود السعودي والإمارات فيهما. المهرة بوابة اليمن الشرقية وأبعدها عن دوامة الصراعات السياسية، كيف صارت اليوم مسرحا للوجود العسكري السعودي ومحل أطماع الشقيقة الكبرى؟ قادت السعودية تحالفا عسكريا لدعم الشرعية في اليمن، وبعد 5 سنوات من الحرب بدأ أن هذه الشرعية نفسها هي الهدف المباشر من هذه الحرب. فالجيش الذي يعول عليه الانتصار للدولة وإسقاط الانقلاب يعاني شحة الإمكانيات في جبهات القتال، بينما الحشود والآليات العسكرية السعودية تذهب باتجاه المناطق التي لم تطأها أقدام الانقلابيين إطلاقا. منذ أواخر العام 2017 والسعودية تحشد قوات عسكرية إلى المهرة، فقد احتلت مطار الغيضة وأنشأت فيه سجنا، وبسطت سيطرتها على العديد من المرافق والأماكن الحيوية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى التضييق على الصيادين وإنشاء ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة، فيما تعمد لإجراء تغييرات واسعة في مختلف الوظائف العليا وإدارات المكاتب التنفيذية بالمحافظة، بما في ذلك منصب المحافظ الذي يطالب أبناء المهرة بإقالته لاتهامه بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات فساد. برع يا عدلال، برع يا عدلال. لم يتوقف أبناء المهرة عن اعتصاماتهم السلمية، رافضين عسكرة المحافظة ومحاولات الزج بها في أتون صراعات إقليمية أو تحويلها إلى جسر عبور للمطامع السعودية التي تسعى إلى مد أنبوب نفطي إلى بحر العرب، هروبا من التهديدات الإيرانية لخطوط إمدادات الطاقة في مضيق هرمز. للصوت السلمي ومطالبنا السلمية، وإلا يكلفونا على أشياء أخرى لا نريدها ولا نود أن نلجأ إليها. في الأونة الأخيرة لوح أبناء المهرة باللجوء إلى خيارات أخرى، كما صعدوا من احتجاجاتهم الرافضة لحملات القمع والتضييق التي تمارسها القوات السعودية ضد السكان، وقيامها مؤخرا باقتحام المنازل ومحاولاتها إنشاء نقاط تفتيش بالقوة كجزء من مظاهر عسكرة المحافظة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ بدر كلاشات وكيل محافظة المهرة، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ بدر. مساء النور. إذن لو بدأنا أن يحاط المشاهد علما عن بداية التدخل الإماراتي السعودي في المهرة، ما الذي يمكن قوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتشرف بحضورنا في قناة بلقيس، منبر أعتبره أنا منبر الشعب وصوت الشعب. بداية التدخل التحالف العربي بمجمل والذي هو برئاسة المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات كان في بداية عاصفة الحزم. تدخل عاصفة الحزم، الكل مطلع ومتابع متى كان، وكان الهدف في هذا التحالف هدف معلن وهو إرجاع الشرعية وكسر الانقلاب. من ثم أتت في البداية المملكة الإمارات إلى المهرة عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وبدأ في بعض الأعمال، ومن ثم حاول جند دفعات وصلت إلى 2000 شخص وكلهم من أبناء محافظة المهرة، والحمد لله سيطر الأمن العام على هذه القوات وأصبحت تتبع الأمن العام.
ولم يتدخل لم تستطيع الإمارات أن تجر هذه القوات ولكي تجرها إلى مخططات خاصة بها أو أهداف خاصة. ميليشيا منفصلة عنها. أيوة، احتوتها المؤسسة الأمنية، ومن ثم كانت هناك مناهضة من بدأت من السلطة، من المحافظ السابق وأيضا من مدير الأمن السابق وأيضا من الناشطين ومن الشباب ومن المشايخ برفض دور الإمارات. حتى أتت القوات السعودية. كيف يعني، ما الذي أخرج الإمارات وحلت محل القوات السعودية؟ هو أتت القوات السعودية ولا زالت الإمارات موجودة. الإمارات كان مقرها في المجمع الحكومي وفي بيت المحافظ، وأتت القوات السعودية أيضا بنفس الطريقة، هي تحت مبرر الإغاثة والجانب الإنساني، وخاصة مركز الملك سلمان، وكان مقرها في البداية من يوم أتت كان مقرها مطار الغيضة. حصلت بعض الاعتراضات من في خلال دخول القوات، محاولة دخول القوات السعودية إلى المطار، ومن ضمن السلطة المحلية أيضا كانت بقيادة المحافظ السابق رفض، ولكن ثم أتت توجيهات من الشرعية. وأيضا كلنا متفائلين بأن هذه القوات يعني ستكون أعمالها إيجابية لمحافظة المهرة. نعم، ما هو مبرر الدخول إذا سمحت لي أستاذ بدر؟ يعني تحت أي غطاء؟ هو في البداية كان المبرر أن معظم المحافظات كانت تحت في حرب، وأن محافظة المهرة هي محافظة آمنة وفيها مطار آمن، بإمكان أن تكون المساعدات توصل إلى محافظة المهرة ومن ثم نقلها إلى المحافظات الأخرى. ولكن ذلك لم يحدث. ولكن مع مرور الأيام ومع مرور الوقت في الحقيقة تغيرت الأمور، وأصبحت ظهرت هناك أهداف أخرى وظهرت نوايا أخرى. نحن نحاول في السلطة المحلية كنا نحاول نتماشى مع هذه الأمور، نغض الطرف عن بعض الأمور البسيطة، لعل وعسى يأتي الخير، ممكن أعمار، ممكن أو أن تستفيد المحافظات الأخرى من المهرة. وكان هذه النظرية كنا متفائلين فيها، ودائما كان الجانب السعودي يوعدنا بهذا. لكن أتى الجانب السعودي، كل ما اتفقنا مع قائد سعودي، هو القوات السعودية دائما يتم تغيير القيادة، كل ما اتفقنا مع قائد وبدأ التنسيق بيننا وبين السلطة وبين هذا القائد يتم تغييره، ويأتي قائد ويريد التنسيق من جديد. نعم، أنت تنسيق حتى وصلت الأمور تفاقمت إلى بعض، لأنه يحاول بعض القيادات أن يفرض نفسه أنه هو المسؤول عليك أنت كسلطة محلية أو كأجهزة أمنية أو عسكرية. يعني يأتي أحد الضباط ويحاول يتآمر عليك، فبعض من القيادات لا يقبلون هذا، البعض من القيادات لا يقبل ويصمت، ولكن ما يخضع، ولكن يبقى صامت. والبعض القيادات يتسرع ويتكلم، ممكن أن بدر كلشات من هذه القيادات اللي يتسرع ويتكلم، لكن في الأخير نحن نريد نتكلم بوضوح وبالشفافية. في الحقيقة شرعيتنا تصمت كثير، ونحن يضايقنا هذا الصمت ونريد وضوح. وعلى الأقل نحن كشباب، ما أنا كشاب ما أعتبر نفسي أني كشخص مسؤول. أكثر الخطابات اللي تنزل مني هي خطاب الشارع، والكلمة اللي يسمعونها مني هي صوت الشارع. ويمكن اليوم تسمعوا مني كل ما يقال في ليس المهرة فقط، بل في اليمن عام. محتجين على صمت الشرعية؟ والله نحن لا نتواصل مع الشرعية دائم. ما هو الشرعية مبرر لكم؟ الشرعية ليست مرتاحة بهذا الوضع ومهتمة بالمهرة بشكل كبير، ولكن مثل ما كنا نحن في البداية نحاول نتماشى ونحن على الأرض، وهذه الممارسات تحصل معانا على الأرض، هي الآن الشرعية تحاول تتماشى. نفس ما يمارس علينا نحن في السلطة في محافظة المهرة، هو ما يمارس على الحكومة وعلى الرئاسة.
ليس هناك اختلاف أبدا. نعم أستاذ بدر، هناك من يتساءل لما ترفضون وجود السعودية؟ يعني ربما قبل فترة ناقشنا مسألة المهرة وكان معنا ضيف سعودي وتحدث أن السعودية قدمت الكثير وتريد أن تقدم الكثير، سواء على مستوى المطار، سواء على مستوى المساعدات، على مستوى الجامعة، وتحدث عن أشياء لا أدري مدى صحتها، ربما أنت قادم من هناك وستحدثنا ما الذي قدمته السعودية ولماذا تريد البقاء؟ نحن لا نرفض السعودية ولا ننكر الجهود التي قدمتها السعودية في المحافظات الأخرى وخاصة في القتال، المحافظات اللي فيها الجبهات، لكن نحن نطمح إلى أن تكون السعودية كشريك ليس كوصي، وما يحصل في محافظة المهرة يعني مبرر، لأن وأنا داخل للبرنامج أرى سؤال ماذا تريد السعودية من المهرة؟ هو هذا سؤال في الحقيقة يطرحه كل الشارع، وكنا نريد هذه الإجابة من السعوديين أنفسهم. السعوديين يقولون إحنا عندنا برنامج أعمار للمهرة 670 مليون دولار. بصراحة حتى الآن لم نرى هذا البرنامج. نعم على أرض الواقع المشاريع التي تم تنفيذها هي مشاريع بإمكان تمويلها من السلطة المحلية. طيب وبعضها تم تمويلها من السلطة المحلية ونسبها للقوات السعودية أو للجانب السعودي للأسف. لكن في كل الأحوال يعني حتى لو هناك فعلا برنامج إعمار، هل يستدعي دخول قوات؟ هل يستدعي دخول أسلحة ثقيلة؟ نحن نريد في محافظة المهرة أن يكون برنامج الإعمار على حقيقته، بدل أن يأتينا بلوائين أو ثلاثة ألوى في محافظة المهرة، نريد 100 مهندس، نريد شركات لتنمية البلاد، لأعمار البلاد، لكي تكون البلاد هي يعني ممكن توسيع المنافذ، تكون توسيع المواني، لكي تكون البلاد هي داعمة للمحافظات الأخرى، داعمة للشرعية بالإيرادات، داعمة لكي تخفف الضغط عن استنزاف ما يخسره التحالف من أموال. بإمكان المهرة أن تكون رافد للشرعية. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ بدر أن ينضم معنا سيد أحمد بالحاف عضو لجنة تنظيم اعتصام محافظة المهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. نعم عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن تجدد الاحتجاجات في المهرة المطالبة برحيل القوات السعودية، ما هي أسباب ذلك؟ الأسباب واضحة والاحتجاجات لا زالت في تزايد، نتيجة الأسباب التي لا زالت موجودة إلى اليوم ولم تقم أي السعودية بالاستجابة لمطالب أبناء محافظة المهرة الذين يطالبون بسحب قواتها ومعسكراتها وميليشياتها التي تقع خارج أطر مؤسسة الأمن والجيش، أيضا إدخال المحافظة في أزمة مالية وأزمة أمنية. فالاحتجاجات كانت على نطاق واسع، حيث التصعيد السلمي لا زال مستمر ووصل إلى حد أن تقام اعتصامات في أكثر من منطقة وأكثر من ديرية في نفس الوقت، أي بالتزامن، واحتجاجات كانت واسعة جدا، وعبر المواطنون عن رأيهم من جميع الفئات، من النساء، من الشباب، من الشيوخ، وكافة القبائل ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب، وكافة الشرائع عبروا عن رفضهم للتواجد السعودي ومعسكراته. فأنا يشد انتباهي السؤال الذي طرحتموه على الزميل الأخ بدر، ماذا تريد السعودية من محافظة المهرة؟ فالإجابة يجب أن تكون صريحة، السعودية تريد أن تحتل محافظة المهرة، تريد أن تنفذ أطماعها الخارجية في محافظة المهرة، ونحن نرفض هذا الشيء. فالسعودية يجب أن تأتي من الأبواب التي تأتي منها الدول، وأن لا تستغل ظرف الحرب، وأن تعود من حيث أتت خلف الرمال وخلف الحدود، وأن تحترم إرادة هذا الشعب. فسواء رحلت بالسلم لم ترحل بالسلم، فأبناء محافظة المهرة لا زالت الخيارات مفتوحة أمامهم، ولا كما قال الأخ بدر صمت الشرعية يضايقنا، ويجب أن تخرج الشرعية عن صمتها. نعم، لكن يعني أنتم لكم فترة وأنتم تقومون بهذا الاحتجاج أستاذ أحمد، هل يعني تحقق جزء من مطالبكم من هذه الاحتجاجات على الأقل؟ هل تجدون من يستمع لهذه المطالبات؟
أود أن أقول قبل الإجابة على هذا السؤال، إن كان للسعودية نفس طويل فنحن لنا نفس أطول في الصمود ورفض هذا الأطماع الخارجية في بلادنا وفي محافظتنا على وجه التحديد شرق اليمن. بالإجابة إلى سؤالك أختي الكريمة، التصعيد لا زال مستمر و نعم. سنعود التواصل بك أستاذ أحمد، أعود إليك أستاذ بدر. إذا تحدث معنا الأستاذ أحمد بكثير من الوضوح، هم لا يريدون أن تكون السعودية تأتي من أبواب خلفية بحجج الإعمار وتأتي كمحتل لمحافظة المهرة أو لتطويع المهرة. ربما أنت ذكرت أنكم تريدونها كشريك وليست كوسيط أو ك يعني تجبر السلطة المحلية على الضغوط. ما مدى تجاوب السلطة المحلية مع مطالبكم، مع مطالب الشارع كما تحدثتم؟ هو في الحقيقة أنا من السلطة المحلية، من داخل السلطة المحلية، أنا أقدر أقول لك أن نحن نقول أن هناك سلطة محلية، هناك في الحقيقة قرار السلطة المحلية مختطف. قرار السلطة المحلية مرهون مع الأخ المحافظ للأسف، فقرار السلطة المحلية مرهون ما بين جوال محافظ المهرة والضابط السعودي، هذا وللأسف يعني الوكلاء الآخرين اللي منهم موقف بطريقة غير قانونية واللي منهم يعني ربما أنت أيضا صدر بحقك قرار بإيقافك. أكيد صدر قرار غير قانوني وألغاه مكتب الرئيس بالتواصل مع المحافظ، ولكن تحصل مضايقات كثيرة. أيضا قبل أيام صدر قرار بعدم دخولي للمهرة أو القبض علي، ولكن هذه في الأخير تبقى قرارات على أوراق، ونحن لا راجعين للمهرة إن شاء الله خلال أيام، وعندنا أعمال وأنشطة شبابية من داخل محافظة المهرة، برغم أننا نواجه بعض العرقلة في أنشطتنا الشبابية. كان عندنا كأس رئيس الجمهورية من قبل رمضان إلى الآن ما قدرنا نبدأ بالعمل بسبب العرقلة. من أين تأتي العرقلة؟ من للأسف العرقلة تأتي من الأخ المحافظ، ومن ثم لما يأتي بعض الناس الآخرين يسألون المحافظة لماذا هذه الإجراءات، لماذا يتعذر، يقول أنا مضغوط علي من جهات أخرى، أنا يعني مثل هذه الأمور. ما في يعني صراحة، كل الأمور يعني للأسف. أنا ما أريد أنطق هذا الوصف، محافظة المهرة للأسف تديرها عصابة، يعني وليست عصابة يمنية فقط، محافظة المهرة تديرها عصابة يمنية، في مشتركين فيها ضباط سعوديين، مشتركين فيها ضباط إماراتيين. للأسف قبل دخول التحالف إلى محافظة المهرة الكل يعلم أن محافظة المهرة محافظة آمنة، محافظة استقبلت كل النازحين من المحافظات سواء الشمالية أو الجنوبية، محافظة فتحت صدرها لكل اليمنيين. الآن محافظة المهرة متهمة بأن هناك داعش، بأن هناك قاعدة، هذا بصراحة أمر عجيب. أنا من الأشخاص الذين يكره حمل السلاح، الآن لا أستطيع أن أخرج من بيتي إلى مقر دوامي أو إلى أي مكان ثاني إلا بسلاح، متخوف، والمواطنين المشايخ الأخر متخوفين، الوضع في اقتحامات المنازل لميليشيات، وهذا لم يكن موجود بعيدا عن النيابة، بعيدا عن الأمن. يعني نحن ما نتصور أن هذا الأمر يحصل في محافظة المهرة. أنا كنت أصدرت بيان قبل حوالي تقريبا 4-5 أشهر، كنت أناشد أبناء محافظة المهرة وأناشد الشرعية أن هناك مخططات لجر محافظة المهرة إلى سيناريو عدن، وكنا في هذاك الوقت نناشد، أما الآن نحن واقعين في هذا السيناريو. حتى الآن هناك سجون سرية، لا أحد سنتحدث عن موضوع السجون السرية، لا أحد ينكر
لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك، أنا سأحدد حتى بالأماكن. نعم، أين توجد السجود؟ هذه النقطة مهمة سأعود إليك، ولكن بعد العودة للأستاذ أحمد بلحاف. أستاذ أحمد، كنت ربما تتحدث عن الضغوط الشعبية ومحاولتها في تحجيم الدور السعودي، هل أثمرت؟ نعم، الضغوط الشعبية لازالت مستمرة، وما رأيناها أيضا من إصدار مذكرة من نيابة حماية الأموال العامة التي أصدرت لإيقاف تجاوزات المدعو راجح باكريت الذي عينته السعودية للضغوط على شرعية المحافظة للمهرة، وهذه نعتبره يعني من ثمار الاعتصام وإشارات طيبة من الشرعية يعني للاستجابة للمطالب المعتصمين، والضغوط الشعبيه والاحتجاجات لا زالت مستمره. ايضا انا احب ان اتوجه للزميل الاخ بدر كشاف بالشكر لكونه يمثل السلطه المحليه وخرج عن عباءة الانبطاح للسعوديه، ولم يكن كغيره من المسؤولين الذين انبطحوا للسعوديه، وهذا موقف يحسب له، ونشكره نحن كفئات الشباب ونحن في لجنه الاعتصام على هذا الموقف وعلى كشفه بكثير من الحقائق التي أضحت المدعو راجح باكريت. نعم، يعني برأيك هناك مذكرة إيقاف أو تحقيق لمحافظ المحافظة؟ الغريب يعني شخص متهم بكل هذه التهم، سواء بالفساد في المال العام وفي قتل المتظاهرين وعدم رغبة الشارع المهري بوجوده، لما لا يتم إقالته من قبل الشرعية، وعلى الأقل يعني أن تهدأ المحافظة قليلا وأن تشعر بأنه تم تحقيق جزء من مطالبها؟ هذا أن دل على شيء، دل على تمسك السعوديين بهذا الشخص لكونه ينفذ لهم أجندتهم وأطماعهم وخططهم ونشر معسكراتهم وإدارة ميليشياتهم ومحاولة خلق نوع من الشرعنة لهم وشرعنة لتواجدهم. فالشرعية تتعرض لضغوطات كبيرة من الأخوة في الرياض، ونحن نتمنى من الشرعية أن تتخذ موقف حازم سواء باتجاه راجح باكريت أو حتى الرياض يعني السعوديين أنفسهم، وأن يكون لها موقف صريح من القوات المتواجدة داخل محافظة المهرة ومن التعيينات التي تأتي خارج إطار القانون والدستور. فلك أن تتخيل على مستوى أبسط تكليف أو تعيين، حتى البدلاء العمومي يجب أن يكون الشخص المعين بموافقة اللجنة الخاصة في الرياض، وهذا أمر اختراق للسيادة اليمنية واختراق للسيادة الوطنية واختراق للهوية اليمنية، وهذا ما لم يقبل به أبناء محافظة المهرة. الاحتجاجات الشعبية تتمارس ضغوطها، وكما قلت إن كان للسعوديين نفس طويل فأبناء محافظة المهرة لهم نفس أطول في الصمود والوقوف أمام هذه التجاوزات. على السعودية أن تعود إلى رشدها وأن تحافظ على علاقاتها مع أبناء محافظة المهرة. نحن سنحب السعودية عندما تأتي من الباب الرسمي وعندما تأتي من باب الجيرة واحترام المخوة والنخوة العربية. لا مشكلة لدينا مع السعودية، ولكن هذه التجاوزات لن نقبل بها أطلاقا، وهذا ما أجمعت عليه لجنة تنظيم الاعتصام بقياداتها ورموزها وكافة دوائرها. نعم، حين يتحدث معنا ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ بدر عن موضوع مهم أستاذ أحمد، وهو موضوع يعني مدنية محافظة المهرة والأمن التي كانت تشعر به، وما يحدث الآن من اختلالات أمنية شديدة، من وجود السلاح بكثافة، من وجود الخوف في وسط الشارع ووسط الناس، على ماذا يدل ذلك؟ نعم، الآن محافظة المهرة يعني شيء لا يتصوره عقل أن تصبح محافظة المهرة في هذا عدم الاستقرار والاختلالات الأمنية. لك أن تتخيل أختي العزيزة أن يختطف شخص من داخل السجن المركزي الذي هو يعني مركز من مراكز الدولة، فالأخ الزميل يحيى السواري الإعلامي تم اختطافه من الميليشيات السعودية من داخل السجن المركزي وهو على ذمة التحقيق مع النيابة. يعني مؤسسات الدولة منتهكة، مخططة الغرار، فهي لم تحرك ساكنين إلى الآن، وهو لا زال موجود في معتقل المطار أو ربما رحل إلى الرياض، ولكن أبناء محافظة المهرة لا زالوا في وقفتهم، وهناك وقفات تتنظم ووقفة نظمت من قبل تضامن مع صحفي الزميل يحيى السواري، وهذا يعني يدل على شيء
يعني دل على ان السعوديه اوجدت واقع مولا جديد وهو واقع عدم الاستقرار واختلالات امنيه واضحه في محافظه المراه. نعم، عند هذه النقطه استاذ احمد اسمح لي بالعوده لضيفي هنا في الاستوديو، موضوع يعني يحيى السواري السجين لدى القوات السعوديه بعد اختطافه من المركزيه، وانت اشرت الى وجود العديد من السجون السريه الموجوده في المهره، ربما يحيى ليس يعني وحده، هناك العديد من الاسماء، ما الذي يحدث بالضبط؟ نعم، بدأت الاعتقالات من فترة وليس من أيام قريبة. يحيى السواري اعتقل ممكن يكون أنه أول إعلامي، شخص إعلامي، والإعلام كامل الحرية في العمل حسب الدستور اليمني. هناك الكثير من المعلومات اللي توصلنا حتى الآن، الأشخاص اللي تم تعذيبهم، في أحد الأشخاص أتاني إلى البيت وتم عرضه في صفحته الشخصية، يونس من أبناء ردفان تم تعذيبه، وأيضا قد تم تقديم دعوة للنيابة موجودة، والنائب العام حولها للوكيل. تم تعذيبه من قبل قوات تم إنشائها من المحافظ وبدعم وإسناد من المملكة العربية السعودية. وهذه القوات تحت أي غطاء تعمل؟ هذه القوات في البداية هم أرادوا أن يأتوا بقوات تحت غطاء المجلس الانتقالي والنخبة المهرية، ولكن واجهوا رفض كبير من أبناء محافظة المهرة ومن الشرفاء من داخل المؤسسة الأمنية والمدنية في محافظة المهرة، فلجأوا إلى بعض المسميات التي هي شاغرة تعتبر مثل الشرطة العسكرية، ويحاولوا استغفال الشرعية في هذه الأمور واستغلالها. من المعروف أن الشرطة العسكرية أعمالها وصلاحياتها هي في الجانب العسكري، تنظيم الجانب العسكري، الحفاظ على المؤسسات العسكرية، مخالفات لا علاقة لها بالقضايا الجنائية ومداهمات البيوت وهكذا. للأسف هذه القوة، ومن ثم يأتوا بشخص هو جندي ويعطونه صفة عميد ويمتلك قوة غير عادية. هذه القوة تم صرف لها من إيرادات المهرة، تم صرف لها أسلحة ب5,500,000 سعودي، هذه غير الدعم اللي يأتي من التحال، هذا من إيرادات المهرة. هذه يعني في المقابل، لو كان هذا الدعم للقوة الأمنية، لو استلم القوات الأمنية والأجهزة الأمنية عندها استلمت هذا الدعم، فهي كفيلة بتأمين محافظة المهرة، كفيلة بتأمين الشريط الساحلي الذي هو 560 كيلو. الأمن بحاجة إلى بس دعم والجيش، وهم كفيلين بتأمين محافظة المهرة. محافظة المهرة ليست بحاجة إلى قوات لتأمينها. هذا نرجع إلى موضوعنا واللي هو الاعتقالات. تم اقتحام كثير من البيوت، تم إصابة امرأة ممكن تابعته في كثير قضايا سنكشف لها في الأيام القليلة، قضايا كبيرة. الآن من يدير محافظة المهرة الآن هو يعني متهم بقضايا ليست مالية وفساد فقط، هناك قضايا جنائية لم تنشر بعد، سننشرها في القريب العاجل إن شاء الله. ستوصل هذه القضايا إذا كان القضاء اليمني عاجز أو الشرعية عاجزة، نحن سنوصلها إلى المنظمات الدولية وسنوصلها إلى المحاكم الدولية. لن نتراجع. البعض يقول أنه بدر كل شاتم، أنت هذا ليس اختصاصك وهذا ليست صلاحياتك، وأنا أقول لمن يقول هذا الكلام أنه من ينتهك هم شريحة الشباب، من يستقطب للميليشيات هم شريحة الشباب، فهذه مسؤوليتي أنا، أحاول أوجد الوعي عند الشباب بعدم جرهم إلى مثل هذه الميليشيات. كونك وكيل محافظة لشؤون الشباب. نعم. أيضا معظم منتسبين الجهات الأجهزة الأمنية والعسكرية هم من شريحة الشباب. نعم، عفوا، يعني أنا لفت انتباهي حديث الأستاذ أحمد حول اختطاف يحيى السواري من السجن المركزي وتحويله إلى معتقل المطار. هل المطار الآن عبارة عن معتقل؟ بغض النظر عن يعني، ولكن يعني معتقل المطار، هل فعلا المطار عبارة عن معتقل تحول إلى سجن؟ هو المطار عبارة عن يعني عن في أجزاء، جزء منه قوات
عسكريه وتعتبر كقاعده عسكريه ممكن يفوق العدد اللواء او اللوائين. ايضا جزء منها قوات يمنية ميليشيات التي هي بقيادة وضاح، هي تتبع للإمارة للسعوديين لكن لم يدخلونها في وضح من؟ هذا واحد من يافع أتوا به ليكون قائد على ميليشيات يسمونها القوات الخاصة. وضح من اسمه؟ وضاح، والله أنا حتى ما مسك اسمه تمام. هذه القوات هي خاصة بالتدخلات، كانت أول قوات أنشأت. للأسف السعوديين حتى هذه القوات والتي هي تتبعهم لم يطرحوها في المعسكر اللي هم متواجدين فيها، في معسكر آخر. هذا المعسكر اللي هو تبع القوات الخاصة كما يسمونها الميليشيات حقهم، هناك معتقل، وأيضا في المعسكر السعودي هناك معتقل آخر، وأيضا في القصر الذي هو يسكن فيه محافظ المهرة هناك معتقل، وأيضا الشرطة العسكرية التي وضع لها معسكر جديد بجانب محور الغيضة أيضا هناك معتقل آخر. حتى الآن غير يحيى السواري هناك معلومات تفيد بأن 8 أشخاص، هذولا قبل هذا قبل اقتحام المنزل الأخير التي اعتقل منه 4 وإصابة أمرأة، يعني 8 الآن ممكن يكونوا 12 شخص. لا ندري من حي ومن ميت، من رحل للرياض. نحن بصراحة ما نريد نقول أن هذه المملكة العربية السعودية، ولكن نحن نقول أن هذولا عصابة اخترقت المملكة العربية السعودية واخترقت الشرعية واخترقت السلطة المحلية. إذن دعني أعود للأستاذ أحمد بالحديث عن المحتجين. أستاذ أحمد، يعني ماذا عن بقية المعتقلين والمختطفين على خلفية هذه الاحتجاجات؟ كيف تتابعون وضعهم وكيف هو يعني هذا الوضع في هذه المعتقلات؟ بالنسبة لهذا الملف، هذا ملف هناك منظمات حقوقية تتواصل مع جهات ذات اختصاص بهذا الشأن وتتابع قضاياهم مع قرب، وهناك كما قال الأخ بدر هناك معلومات يصعنها قريبا، وهناك يعني عمل يجري لترتيب هذا والافصاح في الاعلام في الايام القادمه. نعم. اذا استاذ احمد، يعني مساله موضوع هذا التدخل الذي انتم ترفضونه بشكل واضح، هل يمكن ان تصبح المهره نموذج لبقيه المحافظات في سعيها الحثيث في عدم وجود السعوديه بهذا الشكل الذي وصفته انه ياتي من خلف الابواب؟ عفوا لم اسمع سؤال جيدا. نعم، موضوع يعني رفضكم للتدخل السعودي، سالتك هل ممكن ان تكون محافظه المهره ملهمه لبقيه المحافظات لترفض ايضا تواجد اشبه بالاحتلال عنه بدخول كدخول الدول؟ بالفعل محافظة المهرة هي الملهمة لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، فقد خرجت تقاطرة وقد خرجت تعز وخرج أبناء عدن وتخرج بقية المحافظات لرفض هذا التدخل وهذه التجاوزات التي تقوم بها دول تحالف الإمارات والسعودية. ما أحب أن أشير لأن أبناء محافظة المهرة رسموا لوحة يعني حضارية وأسلوب حضاري في التعبير وفي رفض هذا التجاوز، وكل العالم اليوم يعرف عن محافظة المهرة التي عرف عنها السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، وكانت قبلة لكل النازحين الذين نزحوا من المناطق المنكوبة بسبب هذه الحرب. محافظة المهرة تتواصل احتجاجاتها بأبنائها برجالها بشيوخها بنسائها ولن تتراجع حتى تحقق كامل المطالب. ما أحب أن أشير له أيضا أن على السعودية أن تعود إلى رشدها وأن تكف جدها عن محافظة المهرة، وانها خاسره برهانها على هؤلاء اللصوص الذين يحكمون محافظه المهره. فاليوم ما نراه من المحافظه التي عينت السعوديه انه يعمل على نعم. استاذ احمد، هل ما زلت معنا؟ نعم، يبدو اننا فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا احمد الحاف، عضو اللجنه الاعلاميه للاعتصام، كنت معنا عبر الهاتف من المهره. أعود إليك أستاذ بدر. أستاذ بدر، هناك من يتساءل، لا توجد مخاوف من دخول السعودية في صراع مسلح من أجل إخضاع المحافظة؟
والله الصراع المسلح هذا هو تخوفنا وهاجسنا الكبير، منهم في المعارضة يلوحون بخيارات أخرى، وفي المقابل المملكة العربية السعودية والقوات السعودية تستمر في توسيع المعسكرات، ولا ندري إلى أين تصل إذا لم تتدخل الشرعية تدخل واضح ووضع حد واتفاقيات تحصل، لأن هناك احتقان حقيقي في محافظة المهرة. نحن في السلطة المحلية نرى أن يتم الاتفاق، أن يتم الجلوس على طاولة يتم الاتفاق فيها، أيضا ترتيب الأمور بعض الأماكن التي يحصل فيها يعني كثرة فيها التواجد العسكري بإمكان أن يكون يتم تقليصه. أنا أستغرب الآن الشريط الساحلي الذي هو يبدأ من حوف إلى عدن هو البحر العربي، لم توجد هناك معسكرات على هذا الشريط الساحلي إلا في محافظة المهرة فقط. لماذا لم يتخوف التحالف من أن يتم تهريب من شواطئ حضرموت أو من شواطئ أبين أو شبوة؟ لماذا يعني هذا الذي يأتي لنا بتوجس وبتخوف بأن وراء هذه القوات ممكن تحصل حاجة؟ البعض يتكلم من المعارضة، الآن نحن في السلطة نتهم أن المعارضة مزايدين. قبل فترة أنا كنت من أتهمهم بأنهم مزايدين وأنهم مبالغين في مطالباتهم، لكن في الحقيقة لما أرى التصرفات الجانب الآخر وهو التحالف أتساءل مع نفسي، يعني وكأنهم مطالباتهم في بعض الأمور توصل إلى الصواب. نحن لا نريد أن نوصل إلى باب مسدود مع المملكة العربية السعودية، لا نريد أن تخرج محافظة المهرة إلى صراع، فلن يتمكن الجميع من العيش فيها، لا اليمنيين ولا أهل المهرة ولا أيضا السعودية تقدر أن تستمر في المهرة إذا حصل لا سمح الله أي صراع أو ما شابه من هذا العمل العسكري. لكن ما تأثير كل ذلك أستاذ بدر على الشارع المهري، مخاطر الانقسام ما بين مؤيد وموافق، ما بين متعاون ورافض لهذا التعاون؟ في الحقيقة ما في هناك مؤيد ومعارض في محافظة المهرة بصراحة. في من أعلنوا صوتهم وفي من لازالوا صامتين، ولكن أيضا برغم أنهم يرون كل ما يراه الشعب اليمني. لكن ونحن لا نقول أن المهرة لديها أيديها في المهرة أو الشعب اليمني الشعب المهري الحالة، بالعكس المهرة تهم الشعب اليمني كله، لأن أي حاجة تحصل في محافظة المهرة فهي الممر الوحيد إلى دول الخليج وإلى العالم. اليمن الآن ما بقى لها إلا منفذين فقط والأخرى شبه مغلقة. نحن في محافظة المهرة ما بقى لنا إلا منفذ صرفيت ومنفذ شحن، ليس للمهرة فقط بل لليمن عام. للمرضى، للحالات الإنسانية، لتحرك التجار، لحركة التجارة، للطلاب، للمسافرين. نعم. فهذا كان لا زال التخوف موجود بأن هذه المنافذ مع ذلك تم إغلاقها. نعم، أنت قلت أن هناك لا يوجد مؤيد ولكن السعودية لديها أيديها هناك وأدواتها أيضا، من أين أتوا؟ إلا أنهم أيضا تم شراءهم بطريقة أو بأخرى، كيف يمكن التعامل معهم؟ تحصل هناك شراء ولاءات لبعض المشايخ، وللأسف أنها من إيرادات المهرة وليست من دعم سعودي أو أموال سعودية. هذا اللي يحز فيه نفوسنا، وهذا الذي بصراحة ما نقدر نعبر إيش نقول فيه. يتم شراء ولاءات، وصلت شراء الولاءات بس في الجانب المواصلات أو السيارات إلى أكثر من 300 سيارة، والعدد يتزايد يومياً. هذه شراء الولاءات هذا يحصل في كل المحافظة واستغلال ظرف المشايخ والوضع الاقتصادي، لكن أؤكد من هذا المنبر بأن أي انحراف أو أي تصادم يحصل فلن يبقى شخص واحد مع أي أطراف خارجية. أبناء محافظة المهرة سيرجعون إلى صف واحد، وهذا على مر التاريخ.
هل هذا ما تراهنون عليه في رفضكم للتدخل السعودي؟ نحن لا نرفض، لا نقول أن رفضنا للتدخل السعودي أو نطلق عليه كما يطلق البعض كاحتلال، لا، نحن نرفض التجاوزات السعودية. نحن كما قال وزير الداخلية وهو نائب رئيس وزراء يعتبر آخر صوت سمعناه من الشرعية أن الاتفاق في الزحف إلى الشمال إلى الجبهات وليس إلى الشرق، وكان يعني بالشرق هو المهرة وسقطرة. نحن نؤكد من هذا المنبر نريد تخفيض القوات العسكرية في محافظة المهرة، نريد تنفيذ المشاريع التي دشنها رئيس الجمهورية، وللأسف رئيس الجمهورية وضع حجر الأساس وألهموه الداعمين بأنه 4 أشهر وستنفذ، ولكن للأسف أنا من هنا أعتبر هذا يعني مغالطة لرئيس الجمهورية. نعم، يعني تغالطون رئيس الجمهورية فما بالك الشعب. ما هي هذه المشاريع؟ المشاريع وضعت مشاريع توسيع ممطار الغيضة وأيضا ميناء نشطون وأيضا مستشفى طبي وتعليمي، لكن حتى الآن ما في. لا يوجد. نعم، إذن في ظل صمت الشرعية والذي ربما أنتم يعني انتقدتم هذا الصمت الذي طال والذي يعني يلاحظ فيه كثير من الاختلالات الأمنية في المهرة، وكما ذكرت هي أحد منفذين متبقيين لليمن، ما هو الذي بأيديكم؟ حقيقة الصمت الشرعية في تحصل انتهاكات وتحصل تجاوزات كبيرة في المحافظات الأخرى، ولكن في المهرة لازالت الشرعية على الأرض قوية، لازالت الشرعية تمتلك ألوية، لازالت الشرعية تمتلك أجهزة أمنية مفعلة. أيوة، نحن نقول أن الشرعية لن تفرط بالمهرة، لازال رئيس الجمهورية مهتم ومتابع بشكل يومي لمحافظة المهرة، وبرغم يعني كبر الملفات الأخرى في المحافظات الأخرى لازال اهتمامه أكثر، أنا أقول أكثر من المحافظات الأخرى. الرئيس يتابع بشكل يومي تقارير محافظة المهرة، لأن أنا أقول أنها يعني تعتبر المحافظة الأخيرة. نعم، ولكن ما قيمة المتابعة دون العمل؟ يعني تصلك تقارير بانتهاكات عديدة، تصلك تقارير بتجاوزات السعودية، تصلك تقارير باحتجاجات، بسقوط محتجين، باختطافات، بسجون سرية، ولا يوجد عمل على الأرض، ما هي القيمة لهذه المتابعة؟ في تحصل أحيانا حتى كل هذه لم تصل إلى تهديد سقوط الشرعية في محافظة المهرة. نحن من هنا ممكن اليوم نعلن بأن المحافظ تمرد على الشرعية وباجتماعه اليوم مع بعض الشخصيات ورفض قرار المحكمة. أيضا أحب أوضح من هنا أن ما يتكلم عليه المحافظ ومن معه بأن أبناء محافظة المهرة يرفضون ربط أموال المهرة بالبنك المركزي، البعض يفهمها بأن ربط بأن أموال المهرة تذهب إلى عدن، وهذا ليس صحيح، هذه مغالطة. أموال محافظة المهرة ستبقى في محافظة المهرة، لكن أن تكون واضحة وموردة للبنك الحسابات الرسمية، أو تكون لمشاريع ممكن للكهرباء. أنا أتمنى من محافظة المهرة اليوم صدر في 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 محافظة المهرة من النائب العام وستشكل لجنة متابعين هذا، وأتمنى من محافظة المهرة لما تأتي هذه اللجنة وتريد أن تحقق معه يقدم لها أوراقها ينزلها إلى محطة الكهرباء بأنه أوجد محطة جديدة لمحافظة المهرة وأن الإيرادات ذهبت إلى هذه المشاريع، لم تذهب إلى استقطاب أو شراء أسلحة الميليشيات أو شراء بعض السيارات ووصلت إلى عماير في القاهرة وإلى يعني البعض المتنفذين في السلطة من ضمنهم المحافظ، شراء عقارات في دول أخرى، كلها ستوضح. نحن منتظرين ونحمل كل الأدلة وكل المستندات، منتظرين اللجنة للنزول وكل حاجة سيتقدم.
إذن بهذا الشكل نأمل أن يعود السلام لمحافظة المهرة، وربما هي دعوة أطلقوها المحتجين سابقا، دعونا نعيش بسلام، هذا ما نأمله لمحافظة المهرة ولكل محافظات الجمهورية اليمنية. شكرا أستاذ بدر كلاشات وكيل محافظة المهرة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.